النهارده هنقولها ان شاء الله، تحسين الذاكره، نبات الجينكو مع اللبان الحصى، معلقه من ده ومعلقه من ده هيخلط مع بعض، هينقع في كوب من الماء الساخن من الليل الى الصباح، ثم تؤخذ صباحا بعد الافطار، سواء الاطفال اللي في المدارس او الكبار، يجيب نتيجه طيبه ولله الحمد. حشوه في المراره، اتفقنا ايضا سويا ان احنا من الحاجات اللي احنا